قلنا دائما لما نقول اف بي ان مثلا ذن بي اف بي ان از ترو ذن بي ان زائد واحد از ترو. طيب لما تيجي تثبتها سبوز ان هو ده ترو. طب سبوز ان هو ده ترو معلش لما تيجي تثبتها نقول سبوز انها طبعا سبوز انها ما احنا اصلا انت شو بدك تثبت؟ الجمله كلها صح؟ مش بدك تثبت الجمله كلها؟ هلا بقول ما انا بقول لك اذا بتيجي على الماضي اذا بتيجي على الجامعه بتنجح او ان تدرس تنجح. هلا انت انا بدي اثبت انه ان تدرس تنجح بتقول لي اه كيف تثبتها؟ بدي اجرب ادرس واشوف انجح ولا لا؟ ما انجحش بالصالح معلش بترضى جدلك انه بتنجح اه انت تدرس تنجح. فانت طبعا اول شيء بتقول اوكي هذا جرب ادرس بعدين اشوف انجح ولا لا. فانا سبوز اني درست يلا نجحت ولا لا؟ لا فهمت علي؟ ليش هي انه يعني هاي مش فاليد واي اوف بروفينج يعني هاي طريقه اثبات يعني درسنا انه هاي صح انه نقدر ايه درسناها وين تشابتر 2 فسبوز انها بي كيس ترو هيك بقول الجمله اثبت لي يعني ان اثبت اف بي كيس ترو ذن بي كيس زائد واحد ترو. هلا افترض انها هاي ترو بدي انا هلا اورجيك انها هاي لاحظ ف فاللي احنا سويناه هو افترضنا انها هاي ترو خلص افترضنا انها هاي ترو تقدر تستعملها بالحل. فانت لما تيجي تقول اوكي هلا هاي تطلع معاي بغض النظر اذا ترو ولا لا بي كي زائد واحد كانوا هم يكون كذا تطلع معاي ها ففكره الحل اللي انا حكي استعملتها قلت اوكي مش هاي تطلع الثانيه انا بدي اجرب هل المجموع لعندي كي زائد العنصر اللي بعده بيطلع نفس النتيجه اللي طلعتها اللي طلعها قدامه؟ اذا اه طلعت نفسها. طيب إذا ما طلعتش البيت يعني الخطأ اللي فوق كيف؟ إذا ما طلعتش البي كي زائد كي زائد واحد نفس البي كي زائد واحد معناته فوق الخط؟ خلينا نرتاح شوي الأستاذ بده يصلح أوراق الامتحان أعطى الطلاب يلهيهم بمسألة بده يلهيهم شو كانوا تساووا؟ بجوز انتوا لما تدرسوا اخوكم صغار هيك بتساووا اكتب من 10 ل 12 اكتب من 1 ل 17 هيك بتساووا انت؟ هلا كلهم روحوا اجمعوا لي من 1 ل 100 هيك كلهم الاستاذ وراح الاستاذ يصلح اوراقهم في واحد من المشاغبين زي اخونا في الباب فشو سوى؟ طلع اذكى من الاستاذ شوف طلع مع طلع قلم فالاستاذ بعد شوي اللي هو بقول الاستاذ بيطلع رقم هالكم قال اوف كيف حسبتها؟ فيش آلة حاسبة فيش آلة حاسبة فطلع بطلع قانون فكانت جوك طلع قانون مشهور بالرياضية مش يبيته ضرب استاذ؟ ها؟ الاستاذ ضربه ولا شيء يبيته الاستاذ شد شعر طلعوا لي اشتبكنا في المحاضره السابقه انه الرياضيات فن فننوا طلعوا لي هذا الكلام نعم او خليكم تجمعوا من واحد ثمانية نجمعها ما بديش تستعملوا ورق طلعوا على الورق بس مش تقولوا بديش تجمعوا فيه يعني مش مقتنعين هلا كيف طلع؟ هذا القانون اللي في واحد صاحب الصف القانون اللي كملوا احنا اصلا استعملوا القانون اللي كملوا بس عم نشوف كيف طلع كيف اكتشف طلع يا زلمه اوكي واول واحد واخر واحد جاي مجموعهم والثاني واللي كمل الاخير 101 101 101 50 ضرب نصهم؟ ضرب
قاتلين بعبقر يعني كده فطلع القانون ونص هو استاذ الشريكان اسمع طلع القانون ونص هو اوكي طبعا بدك تقول زائد واحد ان في ان ان هون لما بقول لك اجمع لي من واحد لمية فانت شو بتساوي؟ 101 ضرب 100 او ضرب نص وعلى يعني مثل يعني بيطلعوا هذول كم واحدين يعني اسمعوا فيهم طلعوا على هاي هيك هذو طلعوا على هاي هاي شو بقول؟ ان زائد واحد يعني 101 كم مرة؟ نص الاعداد اللي بجمعها نص قد ايه؟ ان على اثنين طلعوا شايفين؟ كمان مرة للي ما انتبهش على ايدي اللي بدي اجمعهم اول واحد واخر واحد كده بجمعهم ان زائد واحد وكلهم ان زائد واحد بس كم مره بدي اضربهم؟ نص الاعداد اللي بجمع بيهم نص الاعداد اللي بجمع بيهم ان عدي انت على كيف اجر قانون؟ واضحه؟ طيب بس شو اسمه؟ والله ما بعرف شو اسمه ما مش اسمه يعني جمع الاعداد يعني جمع بعرف حتى هي بالمناسبه هو مش قانون هذا نظري خلاص شوي سم اوف فيرست ان انتجرز يعني هي نظريه طيب مش قانون نظريه نظريه اثبات ايش؟ بالماثماتيكال اندكشن واضح؟ اللي هو اخذناه قبل شوي كان الواحد كان يثبت لها استاذ هذا القانون لو واحد كان يثبت له اياها شو اسوي؟ فكلنا اثبتناها قبل شوي هلا هذا بس نستعمل القانون شوي صغير يلا هاي قد ايه بتساوي؟ 500 في 499 شو هاي الارقام طلع شو مش 1 2 3 4 2 4 6 8 طب سمعت 2 لا زيد 2 3 طبعا لا 2 عامل مشترك بصير 1 زائد 2 زائد 3 لا 2 5 صح تمام فشو بتطلع يلا بسرعه بتطلع كده واحد يعني زي اللي بده زي اللي بده يكون زي اللي بيقول 2 ان 250 في 250 زائد 1 على 2 2 بتروح مع 2 ضرب 250 في 200 51 هاي مجموعة على السريع اللي بعده نفس الشيء بس 5 اضرب لحد 5 اللي بعده شو بتساوي؟ نفس الشيء مجموعة من 1 50 ناقص 1 5 صح؟ صحيح واضحة؟ نعم ها؟ لا كيف؟ مجموع من 1 50 من 1 50 ناقص 1 50 الأربعة طيب اللي بعدها لو عندي اتش اكبر او يساوي 2 رايح من 1 دائم ناقص 1 من الفوز فوق يعني الكم تبع شو بتعمل بالمهم؟ اتش ناقص 1 اتش ناقص 1 في اتش ارجع اتش ناقص 1 ناقص 1 في اتش ارجع اتش ناقص 1 زائد 1 على طريقة الفرش ما شو بتساوي؟ يعني هذا بتوصل هذا بتصير اتش هذا بتصير اتش في اتش بتصير اتش تربية ناقص اتش على 2 مظبوطة؟ صحيح مظبوط الحال؟ الله
شيء حبيب من هذا من أشياء قرنتنا. أها. بس هاي مطلوبة من صفر الآن. شو مشكلة؟ قلت لك على برنت آر.
طيب وجيت قلت لك انه في عندي ار لو خلينا نغير الاسم اس بتساوي اس في ان زائد واحد يعني 101 ناقص واحد على على اس ناقص واحد. قلت لك اس بلشت في قديش؟ في صفر برنت اس اس. قلت لك هذا الكود وهذا الكود اثبت لي انهم بيطلعوا نفسهم. قلت لك اثبت لي انه هذول تو بيس اوف كود بيطلعوا نفس. والله مش كود. ليه مش كود؟ بنقدر يعني نثبت انه الصميشن بيساوي هذا الكود. انا اعطيتك تو بيس اوف كود او ثلاث اشياء في كود كومبيتيشن. اسمع الكود كومبيتيشن نزلت سنه كبار محمد كبروا راح محمد عمل هذا الكود سنه عملت هذا الكود اجى محمد تشاطر بقول له نو كودك غلط كله ده عشان الشخص ها لا بس قلت لك انه انت نفس اللي يجي بالكود كومبيتيشن مو هذا ليه مش كود هذا؟ انت مش كود هذا طيب هذا مش كود اوكي يعني انت بس اجي اقول لك انا اشيل لك اياها طريقه كود يلا هلا مجازا انا حطيت هاي القوه هذا مش كود اه مجازا انا يعني لا مزبوط الشرط كيف بدك تحط الباور هي الباور بدك تستعمل كلمه باور طيب معلش معلش افترض اني كتبته بطريقه سنتكس كود صح تمام هاي بس انا اختصرت بس احنا متخيلين هلا الكود محمد بقول لسناها كود غلط بتطلعش هيك غلط بقول له لا كود صح بثبتلك انه كود بتاع نفس النتيجه اللي بتطلعها على فكره ما هو اسرع الوقت ولا واحد هو اسرع هذا ولا هذا هذا اسرع الف مره اسرع وين هذا اسرع بعرفش انه ب 100 مره هاي الكود عارف ليه؟ اول شيء هلا نشوف انها تقدر تثبت لنا انه هذول تو بيسز اوف كود ار كوريكت يعني بيعملوا نفس النتيجه اذا طلعت انا نفس النتيجه وحسنت السرعه 99 مره زياده شفتوا معناته ليش السكيب مات انت على الكود كونديشن؟ اه اجل مستقبل المساله قاعد هلا كيف بدك تثبتها سنه؟ فتقول له اوكي هذا نحول الكود تبعك ل سميشن وهي المعادله تبعك هلا بدك تثبت انه ايش؟ بالماثماتيكال اندكشن بدي اثبت لك انه هاي بتساوي هاي طبعا باستثناء انها ار تساوي طيب هذا كيف نثبت؟ اول بيس ستيب شو بتساوي؟ منقول سميشن لا واحد اي سوري الصفر الصفر هاي بتساوي للقوة اي بتساوي ايش؟ ار ام الصفر مش ار هي أول حد انتهيت أول حد مش أول حد ما أنت لازم تعوض بالقاعدة هاي اللي كتبتها السميشن لازم من صفر لصفر تكون السميشن وآر بالضبط هيك ما عدتش آر هذا سوري آر هاي خلصنا من الأول مرة كم مرة؟ مطرح الآن مطرح الآن أول حد أوكي خطأ. يعني هاي استاذ عاد مو مرفوع الان. بي 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 صفر. بي صفر.
بيساوي سمشن. سمشن ايش؟ بيصير الرسم. ار هو سيف صح؟ ار هو سيف صح؟ بيساوي ار كو واحد. بصير ار كو واحد. لأنه صفر زائد واحد ناقص واحد على ناقص واحد يعني هاي تساوي مظبوطة؟ أي شيء هو بصير شو هو؟ واحد. طلعت أوراق اللي أنت كنت بتسأل بدي أنا أختصر طبعا بالأسلوب الحالي لما أقول كل مرة اللي أنت كنت بتسأل شو تقول؟ إنه إذا B الK is it true then B الK بتساوي واحد is it true. هلا B الK شو بتساوي؟ R الK زائد واحد على ناقص هاي على R ناقص واحد. إذا هاي الترو طبعا سبوز إنها هاي الترو لازم بي كي زائد واحد بي الكي زائد واحد بيساوي ار كوار كي زائد اثنين بالضبط بصير ناقص واحد على اذا هاي الترو هاي الترو انا هذا هذا اشتغل عليه هاي نفس ار نفس فكره الاسلوب الحالي الماضي هلا هاي ضيف عليها قول زائد شو الحد اللي بعده؟ من الكيف ها؟ كيف زائد واحد؟ كيف زائد واحد؟ بي الكيف زائد واحد؟ نو سوري نو مش الحد اللي بعده كيف زائد واحد؟ كيف زائد واحد؟ بي هيك؟ تكذيب؟ تكذيب؟ لا مش فانكشن مش فانكشن غلط لا غلط ار كي زائد اثنين زائد واحد ار كي زائد اثنين هاي شو بتساوي؟ هاي افرض انه عندي هاي بتساوي ار هو صفر زائد ار هو واحد زائد ار هو اثنين زائد ار هو ثلاثة صح؟ شيك شكلها؟ إذا الكي شو بدها تساوي هاي؟ فبجمع كل هدول زائد ار هو كي زائد واحد مش كي زائد واحد ار هو كي زائد هلا هاي هاي شو هي؟ سوري هاي المفروض زائد ار اوكي زائد هاي هي المفروض تساوي هاي مظبوط يعني هذول المفروض يساويها هاي هم بتساعد نشتغل عليهم واحد المقامات نحط هاي على ار ناقص واحد ايش يساوي؟ نضرب في ار ناقص واحد طيب اذا هاي شو بتصير؟ خلينا نظبطها ار بالقوة كي زائد واحد ناقص واحد على ار ناقص واحد زائد ار قوة كي زائد واحد في ار ناقص واحد ار قوة كي زائد اثنين زائد ناقص 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 واحد هذا نقول المقام نفسه يساوي ار كي يعني كيف هاي حط هاي هيك ار ناقص واحد بس كان نشتغل الاول على كي سوري هاي ناقص واحد ها؟ هاي هي نفسها صح؟ 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 ناقص واحد نقول ناقص واحد هاي هون مظبوط؟ طلعت
اقتنعتوا؟ ولا لا؟ طب حل عليها بس عدد رقم. حل عليها رقم؟ هيك يعني اضرب اعطيني رقم. ما هي ار هون ار على فكره ار حسب قوة حسب قيمة ار. ليش انا خربشت اللوب؟ كان سببها اني ما الار الار يعني رقم انت بتفترض اي رقم بدك اياه. اي رقم بدك اياه انا ريال نمبر حتى اكسبت ار اكسبت الواحد. يصير المقام زيرو. عشان يصير المقام زيرو يعني لو ار خمسه لو ار خمسه يعني يصير خمسه زائد هيك ونفترض اربعه عشان حتى لازم نفترضها ثلاثه لحد الثلاثه. هل هاي شو تساوي؟ 25 شو بتساوي؟ 156 هاي الحد اه؟ فإذا على اساس انها هيك على اساس انها هيك هلا 150 56 زائد ار هو 4 قديش ار؟ 5 قديش يساوي؟ 5 كوب 4 6 625 ها؟ 625 625 هاي 625 مو ها؟ 700 هلا بدك تحسبها على الرقم هاي اللي تقول بي الكي زائد 1 يعني بي 4 صح؟ اللي هي بتساوي نفس الشيء 1 زائد سوري شو بتساوي؟ 5 قوة 6 زائد 5 قوة 1 زائد 5 قوة 2 زائد 5 قوة 3 زائد 5 قوة 4 صح؟ هاي يعني بدون حسبها هاي لو حسبتها بتطلع هاي صح؟ طيب هلا هيك حسبناها طريقة مفروضة فرقنا هذا لو بدنا نفرضها بتعمل كرمون شو بتساوي هاي؟ 5 اذا هاي الار طبعا الار 5 وبس انا بدي عند الاربعه 5 خليني امشي بصراحه اخر سلايد طيب او هاي على فكره في عندنا طلع عندنا امثله من نفس النوع اسيوم انه ام از ان انتجر جريتر ذان او ايكوال ذان شو هاي معناتها معناتها كلوز فور هاي شو بتساوي؟ شو كانت النظريه تقول؟ ان ار للقوة ان زائد واحد ناقص اه زائد واحد ناقص واحد على ار ناقص واحد هاي شو بس بتساوي؟ ار اللي هي ثلاث قوة 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 ام ناقص اثنين زائد واحد صح؟ ناقص اثنين زائد واحد قد ايه؟ ناقص واحد ام ناقص واحد ناقص واحد على ثلاث ناقص واحد قد ايه؟ صح؟ ايش بدنا فيه؟ شلها طب على هاي جاب احنا القانون اللي اخذناه شو كان يساوي؟ هاي مضبوط مش هذا القانون هذا القانون منين جاي؟ شو يعني هاي؟ يعني ار بقوه 6 زائد ار بقوه 1 زائد ار بقوه 2 زائد لا ار ار القوة ان صح؟ صحيح هاي بتساوي السميشن هاي والسميشن هاي بتساوي هذا هاي الكرم مضبوط؟ صح؟ نعم هاي اللي بنسميها هاي بنسميها السميشن بس هاي بنسميها كلوزد فورم هاي اكسباند فورم كلوزد
مش مطلوب بس. فاهم؟ يعني واحد القوة هذا اسمه ثلاثة القوة ستة. ثلاثة القوة، الواحد شو بيساوي؟ ثلاثة القوة ستة. ثلاثة القوة ستة. كذا كم مستعمل القانون؟ ثلاثة في إم زائد واحد اللي هي إم ناقص اثنين زائد واحد اللي هي إم ناقص واحد كلها ناقص واحد على ثلاثة ناقص اثنين. لا إيه؟ ثلاثة إلى ناقص اثنين. ثلاثة إلى القوة؟ ناقص اثنين. خذها عادي بس ما اسمها أربعة. تيجي؟ خذها جميعا عادي بس ما اسمها هاي كلها إيه؟ خذها الدور عادي بس ما اسمها أربعة. نفس الإشي. مظبوط؟ شو خذ القانون عادي. بس افترض إنه هاي فيها زائد. ثلاثة قوة واحد زائد ثلاثة قوة صفر صح؟ يعني لو عندك مش كويس، لو عندك هاي ثلاثة مش عليه؟ لو وجدت هاي شو بقول القانون؟ ثلاثة قوة واحد ناقص واحد على ثلاثة ناقص واحد ثلاثة ناقص واحد. بس أنا ضفت هذول هون صح؟ ضفت قديش كلمتين؟ أربعة. أربعة؟ معناته؟ بس هذا الحل المقترح فيه؟ اوه رجل. مقترح هذا الحل؟ لا لا اول شيء مقترح في هذا الحل؟ نعم. في حدا عنده سؤال؟ لو حلينا احنا عن الطريقة الأولى أو ذلك الحل المفروض ياخذنا في جواب صح؟ لو حلينا عن الطريقة الأولى؟ لو أطلعنا عن المشترك برضه